مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه This is not what I expected. الفيلم بيبدأ مع البليونير لو جين صاحب مجموعة فنادق. لو جين عنده عادة غريبة شوية، بيحب يقعد لوحده في المكتب وقت الأكل عشان يستمتع بيه، وبيقدر يحدد كل مكونات الأكل، وعشان كده بيقضي وقت طويل في الأكل. ولما بينزل لعربيته في الجراج بيلاقي بنت اسمها جو بتجرح حاله بسكينة، وبيتضح إنها بوظت العربية الغلط، والعربية اللي كانت رايحة لها في دور تاني، ومع ذلك صور اللي عملته وكتب رقمه على وشها وهددها إنه هيبلغ الشرطة لو ما صلحتش عربيته قبل الظهر. بنعرف إن جو بتشتغل طباخة في فندق روزباد الشهير، وحبيبها كان شغال مدير في نفس المكان، وفي يوم اتقابلوا وقطع علاقته بيها بسبب تصرفاتها الغريبة، وكان بيقول إن شكلها مش لطيف. اتصدمت جو من كلامه ولكن ما أظهرتش أي رد فعل. بعدها بيوصل لو جين لفندق روزباد في نفس العربية اللي بوظتها له، حجز أوضة في الفندق وجه يعينه عشان كان عاوز يشتريه. دخل الأوضة وبدأ يفحص كل حاجة فيها، وبعد وقت قصير طلب الأكل وجرب أصناف كتير، لكن مفيش ولا وجبة دخلت دماغه وعجبته. كان محبط جدا، وقبل ما يمشي قدم له المدير وجبة أخيرة، وما يعرفش إن اللي عملت الوجبة دي هي جو اللي بوظت له العربية. وأول ما داق الأكل انبهر من براعة الطبخ ودقة استخدام المكونات، لدرجة إنه أجل كل مواعيده بس عشان يقعد يأكل من أكلها. فدخل المدير بلغها إن الجست المميز عجبه أكلها، وطلب منهم كلهم يساعدوها تجهز باقي الأكل. ولما خرج راح يهزر مع بنتين ويتصور معاهم، شافته جو وكانت متضايقة وغيرانة جدا. وفي الليلة دي طلعت فوق سطح الفندق وهي سكرانة، وكانت فوق أوضة لو جين، وهو كمان معرفش ينام، فخرج شنطة الأكل والعدة عشان يعمل اندومي. وقتها بنعرف إنه شخص دقيق جداً وبيحب الكمال، وعنده عدة خاصة لعمل الأكل حتى لو مكرونة. بنشوفه بيحسب نسبة المية بالملي ودرجة غليان المية ما تزيدش عن المطلوب، والمكونات الإضافية حسبها بدقة عشان يوصل للطعم اللي هو عايزه. وقبل ما ياكل سمع صوت حاجة بتقع برة، فخرج البلكونة يشوف فيه إيه، وتفاجئ بجو هي سكرانة. ولما افتكر إنها هتنتحر طلع يجري عليها عشان ينقذها، لكن اتفاجئ إنها نايمة في البلكونة وما نطتش. وأول ما وصل مسكته من رجله وسألته إذا كان شكلها وحش، وبتقوله إن حبيبها سابها بسبب شكلها وتصرفاتها. بعدها دخلت أوضته عشان تطلع من الباب بس فقدت الوعي، وعشان ما يوسخش الأرض حطها في شنطة السفر بتاعته ونقلها في الأسانسير. لكن اتنين من الموظفين شافوا إيديها خارجة من الشنطة فصرخوا من الرعب وبلغوا الشرطة، واتقبض على لو جين ودخل الحبس بسبب اللي عمله. وهو هناك شاف الضابط بيعمل اندومي بس بطريقة غلط، فزعق له وبدأ يوجهه عشان يعمله بطريقته هو. والغريب ان الضابط سمع كلامه ونفذ تعليماته، ولما عجبه الاكل جدا قرر يساعد لو جين. وصل الفريق بتاعه وقدروا يخرجوه من القسم، وراحت صاحبة جو خرجتها، وكانت دي اللي نصحتها تجرح عربية حبيبها اللي سابها. وقدام القسم اتقابلوا تاني، حاولت جو تعتذر للو جين لكنه رفض اعتذارها عشان ما بيحبش ان الناس تعتذر، وبالغلط داس على حاجة ريحتها وحشة فخلع جزمته رماها ومشي عشان ما بيحبش يوسخ نفسه. وكانت كل مرة يقابل فيها جو حظه يبقى وحش جدا، زي لما كان بيتمشى في الجنينة مع موظف عنده وكانت جو موجودة في نفس المكان. طلعت على شجرة بتحاول ترجع شمسية بتاعت الأطفال كانوا بيلعبوا بيها، وفضلت تهز في خلية النحل علشان توصل للشمسية، لكن الخلية بتقع وكل النحل بيهجموا على لو جين اللي كان قريب منهم وقرصوه. ولما اكتشفت جو اللي حصل جمعت كل الأطفال وراحوا له واعتذروا له. ساعتها جاب آخره منها وطلب من المساعد بتاعه يديها الساعة بتاعته عشان لو كانت قريبة منه في أي مكان ساعته هتعمل صوت إنذار فيقدر يبعد عنها. بعدها رجع للفندق وطلب من المدير يجهزوا له أكلات مختلفة معمولة بالبيض، وكل الناس في المطعم عملوا له أكل، وجو عملت له أكل مختلف وبطريقتها الخاصة. عجبه جدا طعم أكلها وكان منبهر، مع إنه لسه مش عارف إن هي الطباخة الشاطرة. فقرر يقابل الشيف عشان يشكره، لكن لما دخل المطبخ ملقاهاش، عشان في الوقت ده كانت بتتخانق مع حبيبها القديم لأنه راح لها وطلب منها يرجعوا لبعض، بس هي لسه مجروحة من اللي عمله وفضلت ترمي عليه أكل. ولما رجعت لقت إن الجست اللي في الأوضة رقم 1123 سايب لها رسالة شكر وتقدير، وكانت مبسوطة جداً عشان حد مقدر مجهودها وموهبتها المميزة في الطبخ، وما كانتش تعرف إن الجست ده يبقى لو جين. تاني يوم كانوا بيصوروا معاه في الفندق، وساعتها اكتشفت جو إن نزيل غرفة 1123 هو لو جين، وأول ما ساعته رنت فهم إنها قريبة، بص حواليه وشافها وخاف جداً من الحظ السيء. فهمت جو وطلعت تجري،
لكن عشان قماش لبسها تعلق في ستاند التصوير رجعت تفكه، بس للأسف بتقع في حمام السباحة قدامهم كلهم. وتاني يوم بعت لوجين الأوردر بتاعه للطباخين وطلب منهم يجهزوا له أكل على مزاجهم وكل طبق يبقى ليه فكرة. قبلت جو التحدي وعملت له أكل حلو جداً، لدرجة أنه بقى قادر يميز الأطباق اللي هي عاملاها وما يأكلش غيرها، وقال للمدير أن الشيف اللي عمل الأكل كان مزاجه رايق جداً. وعشان يعرف القصد من ورا كل طبق قرر يقابله أخيراً، لكن جو خاف تقابله فبعتت واحد تاني يدعي أنه هو اللي عمل الأكل، بس لما شرح له فكرة كل طبق اكتشف أنه مزيف. فدخل المطبخ يدور على الشيف الحقيقي، لكن جو طلعت تجري فجري وراها لحد الحمام، وهناك شاف جو وفضل يزعق لها عشان بتراقبه مش بتبعد عنه زي ما طلب منها. لكن لما قرب منها شم ريحة مكونات الأكل في لبسها، فضل يشم فيها بس برضه معرفش إن هي اللي طبخت كل الأكل اللي عجبه. وتاني يوم قرر يعرف مين هو الطباخ الموهوب ده، فطلب من المدير يجمع كل الطباخين اللي عنده، وفعلا وقفوا قدام أوضته وهو بيبص على كل واحد فيهم بدقة. دخلت جو لابسة قناع عشان ما يعرفهاش ويتضايق، خلاص بقت مرعوبة منه. بس المرة دي بيكتشف لوجين أخيرا إن جو هي اللي عملت كل الأكل، ومن ساعتها اتغيرت نظرته ليها وبقى كل ما يشوفها يعمل فيها مقلب يشغل الإنذار اللي في الساعة عشان ترن في ساعتها فتفهم إنه قريب وتخاف وتطلع تجري. ومع الوقت ما بقتش تخاف تقابله وتواجهه لحد ما قابلها وشرحت له فكرة كل طبق بتعمله. وفي يوم اتصل بيه عميل عشان يشوف وصل لإيه بخصوص الفندق، ولكن مازال الفندق مستواه ضعيف ومعياره قليل، ولو حالة الفندق ما تحسنتش هيخسروا فلوس كتير. ومع ذلك ما قدرش ينسى الأكلات الحلوة اللي جو عملتها، وفي مرة طلب إنها تعمل له أكل بس اكتشف إنها في أجازة فرح لها لحد البيت. ولما عرفت إنه موجود نظفت البيت بسرعة وبدأت تجهز له أكله وتضيفه، بس لما قعدت معاه عشان ياكله قال لها إنه بيفضل ياكل لوحده. وفعلا كل واحد قعد في مكان بس فضلوا يتكلموا طول الوقت، وبعد ما أكل نعس ونام على الكنبة. وفي الأيام اللي بعدها كان بيزورها كتير في البيت عشان تعمل له أكل، لحد ما جاب شنطة وقرر يبات عندها. بس جو ما عرفتش تنام من صوت شخيره فكانت بتنعس وهي في شغلها، ومع الأيام اتطورت علاقتهم وبقوا ياكلوا مع بعض. ولما عرفت إنه بليونير ما كانتش مصدقة، وفي مرة كانت جو عاملة سمك بس كان لسه محتفظ بالسم بتاعه، وكان تأثير السم إنهم بدأوا يهلوسوا، شافوا مطر في الشقة وفي كل حتة، فخرجوا يتمشوا مع بعض وهم ماسكين الشمسية حتى في الأتوبيس. وبعد اليوم ده حس لوجين بمشاعر ناحيتها، وفي يوم عملت له أكل وبعتته لأوضته في الفندق، بس اكتشفت إنه ساب الفندق ورجع بيته من يومين. ولما راحت له البيت اكتشفت إنه دلوقتي بياكل من أكل الطباخة الخصوصي بتاعته، واللي ضايق جو جداً إنها كانت بتعمل له أكل بوصفات جو الخاصة. حست بغيرة شديدة لأنها شايفة إن وصفات الأكل أشياء شخصية جداً ومش مفروض حد ينقلها. وبعد أيام في شغلها راحت لها طباخة لوجين بلغتها إنها تاخد أجازة وعاوزاها تعمل له أكل بدلها. وافقت جو تعمل له الأكل مع إنها كانت لسه متضايقة من اللي عمله، وعرف لوجين إنها متضايقة منه وحالتها متغيرة من الأكل بتاعها. وفي النهاية أعلن لوجين عن شرائه الفندق روزباد، لكن عشان يغير من مستواه ويكسبه منه كان لازم يغير فيه حاجات كتير عشان يوصل للتقييم اللي يناسبهم. وحاجة من الحاجات اللي غيرها إنه طرد كل الطباخين اللي في الفندق، ولما جو سمعت كلامه اتصدمت ومشيت. وكان لوجين حزين على اللي حصل، فضلت جو تعيط لأيام مكتئبة بعد اللي عمله معاها. وكان لوجين قاعد في بيته محبط، فقالت له الطباخة بتاعته إنه عمره ما خلاها تعمل له أكل بأي وصفات خارجية ما عدا وصفات جو، وعشان كده استقالت. وبعدها سافر يقابل أبوه ودخل معاه في جدال، لأن أبوه اتدخل في شغله الخاص وأجبره يرفض كل الطباخين اللي في الفندق، وقرر يرجع يزور جو تاني. وفي الوقت ده كانت جو بتحاول تبيع الساعة اللي لوجين اداها لها، لكن فجأة سمعت صوت الإنذار ففهمت إنه قريب منها وجريت تستخبى منه في السوق. فضل يدور عليها لحد ما ملقاش حل قدامه غير إنه ينده عليها بمكبر الصوت وسط كل الناس، وفعلا قدر يوصل لها. اعتذر لها عن تصرفه واعترف لها بحقيقة مشاعره ناحيتها، وبرغم إنها رفضت تقبل أي شغلان عرضها عليها إلا إنها قبلت عرض واحد بس، إنها تفضل جنبه. ومن ساعتها رجعوا تاني يعيشوا مع بعض. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.